دلوقتي اول بطوله تضاف ليك كمدير كره النادي الاهلي، وكان في انتقادات كتير وكان في كلام كتير بيتقال. شايف الرد كان في الملعب، كان بيقول اوضه اللبس مش عارف ايه دلوقتي. بص طبيعي، احنا طول عمرنا بنلعب كوره وعارفين ان المكسب الدنيا كلها تبقى كويسه، مع الخساره طبيعي جدا ان في لازم حد يتحمل المسؤوليه، وانا ما عنديش مشكله ان انا اتحمل المسؤوليه. اهم حاجه اللعيبه تبقى ماشيه بشكل كويس، والجهاز الفني بيشتغل. ما اهم كان خبط كفايه، مش مشكله، انا اقدر استحمل. عديت من المواقف دي كتير جدا، فانا اقدر استحمل يعني، ما عنديش اي مشكله. اهم حاجه كان الخبط بعيد عن الفرقه وبعيد عن اللعيبه، والدنيا مشيت الحمد لله. احنا لسه عندنا بطولات كتيره قوي، لا يعني هننبسط النهارده والناس تنبسط، مسافرين بكره على طول على بطوله ثانيه. احنا مبسوطين موجودين هنا بصراحه، يعني تنظيم البطوله كان محترم جدا. انا جيت من شهرين شفت المكان وشفت الملاعب، التطور اللي حصل في الشهرين دول يعني كان تطور سريع وقوي جدا. فبشكر طبعا المملكه على الاستقبال وعلى التنظيم، وبصراحه حاجه محترمه جدا. تاني حاجه طبعا بالنسبه للفرقه، احنا الحمد لله تعبنا الفتره اللي فاتت دي، كانت فتره صعبه بالنسبه لنا، كل ثلاث مباريات سفر كتير، وجينا هنا طبعا على البطوله على طول وكسبنا اول ماتش. تاني ماتش كان عندنا فرص كتير جدا، كان ممكن نكسب في الشوط الاولاني، التوفيق ما حالفناش، والحمد لله النهارده قدرنا ناخد البرونز. طبعا حاجه كويسه طبعا، كان نفسي يعني دي بطوله عالم على فكره، دي مش بطوله صغيره، دي بطوله عالم. يعني طبعا مبسوط، وكان نفسي تبقى احسن، واحنا كنا نستحق احسن واشتغلنا عشان تبقى احسن من كده، بس الحمد لله ربنا يعني ما اردش ان احنا ناخد تاني او ان احنا في مكان احسن. بس الحمد لله عندنا بطولات كتيره قوي، ولسه شغالين الموسم، لسه شغال.